طب تعالي نروح بقى لحواديت الشانزليزيه، وعايزاكي تحكي لي عن كواليسك هناك، واحكي لي اكتر ادوارد كان بيعذبك ازاي تاني هو هناك. كان بيعذبني للاسف، حرام يعني عليك حرام بحبه عليك. يعني ما بيعجبنيش. حواديت شانزليزيه كان احكي لك من البدايه جه ازاي. هو احنا كنا لسه مخلصين كلبش، كان نفس الناس ابتدوا المسلسل بتاع حواديت شانزليزيه، اتقابلنا المخرج بتاع اوكي ناخدها في الدور. كنت صاحبه اسمت في المسلسل داليا مصطفى. الحاله بتاعتها اللي شدني في اكتر من الدور الفتره بتاعت الزمن دي، اللبس، الحدوته حلو بتاعت قوي. الشانزليزيه، انه الحواديت، الفكره بتاعت جريمه القتل اللي فيها خمسه، والفكره كلها مش دوري اكتر من فكره المسلسل كلها والحقبه الزمنيه اللي احنا بنصورها. والوقت ده احنا كلنا يعني الشركه كانت حابه قوي البروجكت وحابه قوي يطلعوا باحسن صوره، فعلا الحمد لله نجح، ونجاح يعني صح، خطير يعني الحمد دي لله. حقيقة دي حقيقة. انتي بتشاركي دلوقتي في مسلسل القمر اخر الدنيا مظبوط مع الفنانه بشرى، احكي مظبوط. لنا عن العمل ده وطبيعه دورك ايه فيه وجالك ازاي برضه. احنا واحنا بنصور ختم النمر، كانوا هيبتدوا يعني الشركه كانت هتبتدي ستورز ميديا، كان دي اول انتاج ليهم لوحدهم يعني. فكان ابتدوا يابروتش الناس، فكلموا معايا طب هو ده احنا عايزينك في دور في المسلسل، المسلسل بطوله جمعيه، معظم الناس اللي فيها شباب. الدور هو مسلسل اجتماعي قوي، بيحكي عن العلاقات اللي ما بين الناس في يعني اللي هي زي ما بيقولوا، انت ازاي بيبقى ليك مثلا ابن خالة وعايش في بلد تانية او في محافظة تانية وانت عمركم ما تقابلتوا ولا عمركم اتكلمتوا. فهو بيتكلم بيفوق على النقطة دي حلوة أوي. في حالة، في حادثة حصلت في المسلسل بيحكي فيها قصص كتير، بس دي ده المين ستوري بتاعت المسلسل، اللي هو الحادثه دي حصلت وخلت الناس قد ايه ان لينا قرايب ولينا معارف ولينا ناس كتير احنا عمرنا جديدة ما شفناهم الفكرة. في حياتنا. ففي الطريق بتاع ان احنا بنحل المشكله اللي حصلت دي، انت بتقابل بقى بتشوف البيت ده حصل فيه ايه، البنت اللي اتجوزت غصب عنها. وانتي اللاين بتاعك ايه بقى؟ اللاين بتاعي البنت اللي اتجوزت واحد، كانت بتحب واحد واتجوزت واحد تاني، وايه اللي حصل بقى في حياتها وحياتها وصلت لفين وتقطيع وهترجع قلب تاني ده، وهو تقطيع ازاي قلب. هو كمان معرفش يكمل حياته. فهي بتحصل لنا يعني، هو دلوقتي فعلا معظم البنات الصغيرة بتحب واحد وبعدين يجي اهلها يغصبوها ان هي تتجوز واحد تاني، فالموضوع بيوصل ان صح. بيحصل ازمة بقى ده تقعد في سنين رمضان ان بقى شاء الله ان شاء الله. خوفي يعني. انجزتوا جزء كبير و... والله احنا بنجري يعني، لان انت عارف طبعا الظروف اللي احنا بنصور فيها، انت كلنا تصور فيها في وعارف يعني. كلنا في الحلم. يعني اتصل واشترك في باقة ألفا، متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN.